وفي من خلف الفيديو محمد هويش. إذا انطلاق المباراة بسم الله، أحدثكم خالد المدفر، نتمنى أن تكون مباراة مثيرة وممتعة في لقاء اليوم. توامبا توامبا الانطلاق عند نيلدو بترونينا، هذه خطيرة لفريق التعاوني، يدخل 18 نيلدو يرسل العرضية، نيلدو عبد الفتاح من جديد عند نيلدو بترونينا البرازيلي يرسل العرضية، نيلدو عبد الفتاح عطية يتقدم، عطية يبحث عن العرضية، يرسل العرضية عطية كاسيو، كادت تخادع كاسيو. ينطلق عبد الفتاح في الجهة اليسار يتقدم يبحث عن ثالث أهدافه، هل يحدي الهاتريك عبد الفتاح؟ والهاتريك يستلمها بشكل ممتاز، يمر عطيف يتقدم البحث عن تقليص النتيجة، أحمد جمعة بالراس، الله 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 الله. بسيسي يستقبل تسديد التوامبا، واصل الكرة من جديد، هل هناك خامس يا ربيع؟ ربيع صوب إلى توامبا، يرسلها توامبا لكن عبدو بسيسي لا، يقول لا عبدو بسيسي للهدف الخامس. ماجد هزازي وفي هذه اللحظة يطلق حكم المباراة نهاية اللقاء بتفوق التعاون وفوزه برباعية.